الشرف والناس والناس غير الناس بيعوا ترى الآمال أرخص من الأموال. كل من إله كيان وكل من إله موال، قال الزمان وقال دنيا سرع ومال. حلم الليل شموع وفرح الغلابة دموع، حلم الليالي شموع وفرح الغلابة دموع. عملوا الأرض غربال غزوا يمين شمال، غصن السعادة مال بالغرب والترحال، والبقى من الموال سلطة وسرعة غصن السعادة مال بالغرب والترحال، والبقى من الموال سلطة وصراع ومال. قال الزمان وقال الدنيا سرع ومال، قال الزمان وقال الدنيا سرع ومال، وفر الجو لانتخابات مجالس المحافظات. بعدين هدول الصفحتين ما راح يكونوا مجانيات. في جو يختلف عن الان، هناك قانون جديد. شلون؟ هدول طلبهم السيد راشد وهو اللي بده يدفع تكلفته. وبالتالي انتخاب جديد لمجالس المحافظات يدي قوه لهذه المجالس. كشف الجيش الامريكي ان تفجير امس الانتحاري في منفذ ربيع الحدودي اوقع مترجما قتيلا وسته جرحى بينهم بابا مراد وإشاره. وفي اشتباكات بين الشرطه والمسلحين هون في عندي مشكله بالعدد ما عم بعرف ظبطها. ماشي الحال. يلا تصبح على خير. شو بكره عندك درس رياضه بكير؟ محتال حل عن كتفي. ايه يا استاذ خالد، انا شو بدي المجلة بهيك صفقات؟ مين هدول العالم؟ ألو؟ ألو؟ مساء الخير. أهلين، مين معي؟ أنا فراس. أهلين فراس،
كيفك؟ يعني ماشي الحال. انت شلونك؟ انا الحمد لله. كيف درسك؟ كويس. بكره اخر ماده. موفق ان شاء الله. شكرا فراس. تعرف منيح اللي حكيت. ليش خير؟ في شي؟ بتصدق حاسه حالي كاني حامله جبل وما عرفاني شو بدي اعمل. بسيطه فاطمه، بدي اياكي تروقي. قررتي تخبري اهلك بكره؟ مضطره، لازم يعرفوا. بس والله مرعوبه وحاسه حالي كاني بكابوس، مو عرفانه شو نتيجته ولا امتى بده ينتهي. ان شاء الله ما يصير غير الخير. انتي بس هدي حالك وخلصي بكره فحصك وما تخافي. فاطمه انا جنبك وان شاء الله ما بصير شيء. تسلم فراس، يعني عن جد انا بشكرك. بتعرف لولا وقفتك جنبي كنت تركت الامتحان. لك لا فاطمه، ولو انا ما عملت غير واجبي، يعني بتمنى لو يطلع بايدي اني اعمل اكثر. فراس انت وفيت وانا عن جد بشكرك. فاطمه، يعني أنا اللي لازم أشكرك. عن جد أنتي شخص بيطير العقل. أنا أنت شو؟ فراس ليش سكتت؟ يعني أنا ما بعرف، بس بس شو؟ فاطمة أنا بحبك. ليك عمو مصطفى، رح اقول لك شغله. منى هي اغلى شيء علي بالدنيا. لهالسبب انا كتير بيهمني اني امن عليها مع رجل بيحبها وبيحترمها وبيوقف حدها. مثل ما بتعرف يا عمو، انا ثروتي كلها الها وهي ايدي اليمين بالشغل. والشخص اللي بده يرتبط فيها اذا كان بيعرف مصلحته، فما بيصير بيوم من الأيام إنه يغلط معها أو يزعلها ولو بكلمة. أكيد يا عمو أكيد، بس بدي أقول لك إنه منى إنسانة أكثر من رائعة أكيد، وشهادتي أكيد هلأ مجروحة، وبدي أشكرك على التربية العظيمة والأخلاق الحميدة اللي زارعون فيها للأنسة منى. وصدقني يا عمو، أي حدا بيقرر يرتبط بالأنسة منى لازم يعاملها معاملة خاصة جدا، ولا بيكون ما بيستاهلها. برافو مصطفى، برافو. الظاهر أنا وياك رح نكون أصدقاء إن شاء الله يا عمو. هذا أقصى طموحي، وأنا أكيد بشرفني نكون أصدقاء، وبشرفني أن يكون سهر العيلة أكيد. أنا أملي فيك كتير يا أبني. خلي لي إياك يا رب. منى، أنت وعيانة شو عم تعملي؟ إيه ماما، وعيانة ومقتنعة كمان. بس هذا الشاب يا حبيبتي لا هو من توبة ولا أنت من توبة. فكري شوي، هذا جواز مو لعبة. ماما أنا مقتنعة فيه مثل ما هو. يعني بتحبيه؟ شو جاب سيرة الحب هلا؟ أنا مقتنعة فيه كزوج، أهم شي حبه. بس هذا مو حكي. أولاً شاب أندبوري، ثانياً حب بينك وبينه ما في. بقى على أي أساس بدك تعيشي معه طول العمر؟ مثل ما أنت عشتي مع بابا، ولا نسيتي؟ هلأ بدك تقنعنا إنه هنيك ما في أي شكل من أشكال العلاقات الاجتماعية؟ نرمين صدقيني هنيك ما حدا فاضي. يعني الشاب بس صار عمره 18 سنة ما بيعود يقبل نصيحة لا من أبوه ولا من أمه بأي شيء بيخصه. إيه فهمانة عليك، بس هذا الشيء كمان مثل ما قاله سلبيات وقاله كتير إيجابيات. أي إيجابيات؟
روحي شوفي نسبة الفساد والانحراف والجريمة بعدين احكي عن الإيجابيات. يا مهند يا مهند، أنت عم تحكي عن مجتمع وصل لمرحلة من التطور صار قادر يستوعب كل أشكال التعبير الموجودة عند البشر بشكل حضاري، يعني هالحكي ما أحسن ما يكون الفساد والجريمة والانحراف موجودة بس بالمخفي؟ لك على الأقل هنيك المنحرف بتشوفه بتعرفه بيبين بيعلن عن حاله، بينما عنا بضل عايش بيناتنا سنين ونحن مو دريانين فيه. بعدين تعال أقول لك إنه الإنسان بعد عمر معين يكون له كيانه وبدور عن استقلاليته، مو أحسن ما يكون عايش كل عمره عالي على أهله وعلى مجتمعه؟ طيب طيب، يبدو إنه الحديث بيناتنا راح يطول كتير وأنا أتأخرت ولازم أمشي، إن شاء الله الأيام لسه جاي كتير. تصبحوا على خير. بكير لسه خالته؟ لا خالته، أنا لازم أروح نام وبكرة في دور على حدا ينظف لي البيت. تصبحوا على خير. الله معك حبيبي، مع السلامة. أمي شو هالابن أخذت لي إليك هذا؟ والله اللي عم بيسمع وعم بيحكي بيقول لحاله بعمره مو طالع برات الحارة، مو مقضي نص عمره بأوروبا. أي حاجتك بقى، الشاب عم يحكي قناعاته، أنت ما صدقتي تشوفي شغلة لحتى تعلقي فيها. هلا ما طلعنا الحق علي ولا هو اللي حديثه مو معقول؟ مستحيل مستحيل غير لك عقلاتك. بدك شيء؟ أنا فايت نام. لا على سلامتك، تصبحي على خير. أنت من أهله. صحيح ماما، اليوم مرق لعندي على المكتب مراد ابن الأستاذ جابر وقال بيسلم عليك وبتشكرك كتير كتير لأنه صار له زمان ما شاف أبو مبسوط مثل مبارح. ما في داعي لتلميحاتك اللي بلا طعمة. الله يسلمك ويسلمه، تصبحي على خير. وأنت من أهله حبيبتي. خير شادي؟ أنا منيحة، كيفك أنت؟ وأنا كمان اشتقت لك. خلصنا والله حقك علي، بس كان في عنا ضيوف. مهند ابن خالتي. ما بعرف، حاسة حالي تعبانة شوي. طيب جيب لك فنجان قهوة. والله يا ريت، بركي بصحصح شوي. طيب لحظة. رشا خليكي بورقتك أحسن ما أخذ لك إياها. صباح الخير. مين؟ يا اهلين ابو نبيل، اهلا وسهلا. اهلين. لا لا لا، مو مشكله مو مشكله. لا مو ناسيه، خلص اكيد مو ناسيه، يعني اول الشهر تستلم البيت. خلص اكيد. يا اهلا وسهلا. لا لا، حقك. حقك ابو نبيل. اكيد. الله معك. مع السلامة. Thank you.
ايه شو يعني؟ يعني بده ينسلموا البيت لهلا ما لقوا بيت ثاني. خير ان شاء الله. وانا شو فيني اعمل؟ لا بصراحة شباب عم بحكي عن اختك، انا ما عم بحكي عن اولاد الجيران. وشو بدك يعني اعمل يعني؟ انزل بجلالك ادري دور لهم على بيت؟ لا اله الا الله، حدا قال لك انزل دور على بيت؟ عبوا البيت بنروح انا وياك بنقنع يوسف انه يجي يسكن هون. لا حبيبي انا ما خصني هيك شغله. صهرك رجال ومعبى بتيابه يقلع شوكه بايده، بعدين اختك ما حدا ضرب على ايده ولا تجوزي واحد منتوف. انا ماشي. خاطرك. كيلو ونص هدول. يعطيك العافية أبو عادل. الله يعافيك، مع السلامة. شو أبو سلام؟ سلام لله يا رجل. أهلين أبو عادل، لا تؤاخذني، شلونك؟ أنا منيح الحمد لله، بس أنت مالك رأي، شبك؟ لا والله، بس شكلي كبرت وراحت علي يا أبو عادل. كلنا كبرنا أبو صلاح، بس شو خص أنك تمرق من ناحي وما تسلم؟ من شان الله لا تواخذني، كنت شارد وما انتبهت. ميسر يا سيدي، هلأ بخلص لكم شغلة بين إيدي وبالحق. ماشي، سلام. مع السلامة. شفينا نختصر انه العدد مشان يزيد معنا صفحتين. صفحتين اللي قلت عنهم مشان مينا. طيب هلا بما انه المواضيع الاقتصاديه ما فينا نقرب عليها، ما في قدامنا غير نختصر من المواضيع الفنيه ونعمل صفحه واحده، ومواضيع الرياضه بنعمل صفحه واحده، هيك بزيد صفحتين، شو رايك؟ يعني رايك ننزله بين القسمين؟ وران انت شو صاير لك؟ ليش لا نحطهم بين القسمين؟ بنحطهم باخر القسم الفني. ايه طبعاً، طبعاً أحسن. أنت فيك شيء؟ شو زعجك بالموضوع؟ والله ما بعرف. شو رأيك تعمل إنت اللقاء؟ طبعاً، أنا جاهزة. مرحبا. أهلاً وسهلاً، أجيتي بوقتك. خير، شو في؟ روقنا يا للأستاذ. شو بقول حلو؟ شو يعني هيك؟ ما في شيء، بس شكلك فوتتي بالحيط للأستاذ. أنا؟ آخ يا أبو عادل آخ، لك شو بدي أحكي لأحكي؟ 30 سنة بالتدريس، أجيال مرقت من تحت إيدي، وبالآخير شو؟ ابني ما عرفت ربيه. يعني لسه ما رجع؟ ولا منعرف عنه شيء. لا حول ولا قوة إلا بالله. على كل بسيطة، ابنك شاب ما بينخاف عليه. لك أنا كل خوفي يكون صاير له شيء لا سمح الله. فلا الله ولا فلك، لا تأكل هم، أكيد مو صاير معه شيء سيء. شلون؟ معلومة خبر السوء رأسا بيصل، ما بيتخبى. لجان المنظمة للاعتصام، وتحدث اليوم رئيس التيار التوحيد وئام وهاب، فطالب السمورة بالرحيل وترك الحكم، مؤكدا أن الاعتصام مستمر طالما بقيت الحكومة اللادستورية. Thank you.
اكيد مو هيك قصدي. بيت يوسف قصدي اياه. الو. اهلا مراد، كيفك؟ شو وينك يا زلمه؟ بقدر شوفك هلا؟ هلا هلا؟ ايه اذا بتقدر. شو رايك بعد الظهر؟ طيب بعد الظهر، بس امتى؟ عالثلاثة منيح؟ كتير منيح. في شي صاير شي؟ بشوفك بحكي لك. والله قلقتني يا زلمه، صاير شي قل لي. حديث طويل، خلاص بشوفك بحكي لك. طيب ماشي. قبل ما اطلع بحكيك، انت طالع من البيت؟ لا. طيب الله معك. شو؟ شو في؟ لا، أنا عاوزني بشغلة. أنا ما مثل ما فهمتي أبداً أبداً. أنا بصدق طبعاً إنه في واحد ممكن يشوفك ويعجب بصوتك ويتبناكي، وبصدق كمان إنه ممكن يعمل لك حفلة لمزاجه الشخصي. إيه، لكان وين المشكلة؟ والله ما عم بفهم. المشكلة حبيبي إنه صارت القصة أكثر من مزاج. يعني أوكي، هو عمل الحفلة وصرف وخلص، هذا الاهتمام بعد الحفلة مشان شو؟ وبعت لك 2 صحفية عن طريقه، وحجز لك مدري ما بعرف شو بالمجلة ودفع حقهم، هذا كله ببلاش؟ ولا أنا غلطان يا أمينة؟ أنا ما بعرف، يعني هدول أصحاب رؤوس الأموال ما بعرف شلون بيفكروا. يمكن نينار هي تعرف أكتر بما أنه بتلتقى فيهم، وأنا واثقة أنه هي بتقدر تقيم إذا في شيء مو طبيعي بالقصة ولا لا. ما بعرف ليش صرت حاسة أنه أنتوا كتير مكبرين القصة. يعني عادي كتير، الزلمة كان لطيف وما صدر منه أي شيء مزعج. بكل بساطة واحد شاف ناس موهوبين حب يدعمهم، بيصير هيك بالحياة. بس هو عم يدعمك لحالك، يعني الفرقة ما حدا جاب سيرتها. حتى جلال اللي عاملكم نص الشغل، لك ما حدا استحى عدمه وسأله سؤالين مجاملة. إيه لا مراد، كتير عم تتخنا. من طول عمره معروف أن الأضواء بتتسلط على المطرد، هو اللي بالواجهة. أنا آسف آسف آسف. مو مشكلة. بدك تروق مراد، إذا من هلأ عم تغار، بكرة بس تصير نجمة شو بتعمل؟ إيه ساعتها الله يعيننا عن جد. ساعتها الله يعيني إلي. يلا قوموا أنتوا لشو بزبطوا الحوار مشان بكرة يكون جاهز. يلا. شو شبكي؟ راشد. ردي عليه شوف شو بده. ألو. كيفك؟ أنا هي وصلت من بيروت. يا ستي الله يسلمك. المهم أنا جايب لك مفاجأة معي غير شكل. لا لا لا، من النوع اللي ما بينحكى على التليفون ولا بيخطر على البال كمان. لا هيك ما مش الحال. لا 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 ولا هيك. خلاص أنا بعزمك على الغدا اليوم وعلى الطاولة بنحكي، شو رأيك؟ إيه أوكي، أنا ما عندي مشكلة، بس انت لما بتعرفي بكره شو هي المفاجاه راح تندمي على التاجيل. هي طبعا واكثر. خلص ولا همك. اي ساعه؟ اوكي انا ناطر تليفونك. الله معك، مع السلامه. Thank you.
مرحبا ماما. أهلين حبيبتي. شلون كان فحصك اليوم؟ كويس. أنتي بتعرفي إنه العربي بالنسبة لي كتير سهل. بس شو؟ ولا شيء ولا شيء. كان شو؟ صلاح؟ شو بو صلاح؟ سمعتي عنه شيء؟ ماما وعديني تسمعيني بس بدون انفعال. احكي. احكي لطفتي لي قلبي. ماما صلاح تزوج. امتى؟ شلون؟ مين قال لك؟ كيف عرفتي؟ من شهرين. واحدة رقاصة وعايش معها كمان. شرفك هيك؟ لك مو معقول، برمت البلد شبر شبر، مستحيل شيء ما بيصدق. لك اللي عنده غرفة تحت الأرض مقهرمة بتسوى نقل الكلاب ما بتسكنها، بيقول لك 7000 ليرة، لا وبدك بدك ما بدك الله معك. أنا مو هذا اعتراضي. المهم، أنت لو بتعرف تتصرف من الأساس كنت سألتني أنا. وشو كان ممكن ساوي أنت أكثر من اللي ساويته أنا؟ ولا بتعرف حارات الشام أكثر مني؟ لا تدخن قوم. فز لوين؟ فز لك أبو سالم هاي ليكون هون. إيه لوين؟ ولك يا أخي لا تقلي لوين، امشي كأني بدي أكله. تعال امشي. لك أخي الله يخلي لي إياك، يعني بس فهمني لوين رايحين إحنا؟ يا حول الله بس طول لي بالك شوي، حرام المشوار معك. طيب ليش جايين لهون؟ قل لي. بدك طول بالك هاي وصلنا. شرف نزيل. هاي ولك هاي الحمرة. هاي شرف. طب فهمني بس شو فيه؟ لك يا بتنزل انت ساكت يا قسما بالله بأوصك بخلي العالم تقرأ رسائك قبل رواياتك. ها السلوين وعلى وين؟ لك شرف فوت. تأمل. شو رأيك؟ مراد بصراحة أنا ما عاد فهمت عليك. هذا تعبان شوي بس بيتزبط يعني لأنه صار زمان ما حدا ساكن. طيب لمين هذا البيت؟ أول شيء هون المطبخ جاهز، عندك هون الصالون، هي عندك باب على زنينة صغيرة برا هون، هي غرفة النوم وهذا الحمام. طيب اسمع، يا بتفهمني يا بمشي. ها لك والله بدي فهمك. بس شو؟ لمين هذا البيت ونحن ليش هون؟ لك اخي هذا البيت مو لحدا، فاضي ما حدا ساكنه. بعدين لو حضرتك من زمان حكي لي مشكلتك كنت ريحته لقلبي وريحت مخك. هذا البيت فيك تسكنه، فهمت؟ بس لك لا تقلي بس ويعني واعتقل شفتك. عارف أبو يوس، أنا خلقت هون، عشت لك بهذا البيت أحلى 13 سنة بعمري. طيب بس مو هذا المفروض البيت اللي بدك تتجوز فيه أنت ونينار؟ والله كان هيك المفروض، بعدين حسبناها لقينا إنه ما فينا نترك الأستاذ جابر لحاله، إلا ما نضل عنده هذا بيضل فاضي. بكرة بتجيب واحد بيألفط لك إياه، وأنا تأخرت كتير 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 على المجلة، هاي المفتاح. لا استنى شوي، أنا هذا البيت ما بسكن فيه لحتى تاخذ أجرته. هذا شو هذا؟ حجر؟ صبي؟ بطون؟ أخي لا حجر ولا بيتون، لازم تاخذ إجرتك الشهرية أو تفضل هي مفتاحك. أخي مسك، جيب أغراضك، اتنقل، جيبهم، تركن على مهلك، بعدين ادفع على الأجرة.
بيضحكني وجع الظهر اليوم. شبك ام صلاح؟ ما راح نخلص من القصة؟ وين فاطمة؟ شلون كان امتحانها؟ ام صلاح شوفي بكي شي؟ ليش ما عم تردي؟ ابنك تزوج. شلون شلون؟ شو عم تقولي؟ عم قول ابنك صلاح تزوج. ما فهمت عليكي. شلون الجواز؟ ليش هو اجا وينه؟ ابنك طلع متزوج وحدة. وحدة شو؟ وحدة رقاصة. شو رقاصة؟ شو جنيتي لك ام صلاح؟ لسه ما جنيت بس ماني مطولة. ام صلاح انت عرفانة شو عم تحكي؟ بعدين شو عرفك اذا عم تقولي لسه ما اجا؟ ابنك صار له شهرين متزوج وعايش ببيت الرقاصة، وفراس كان بيعرف بس استحى يحط عينه بعيننا ويخبرنا. لا مستحيل. من صلاح انت صار لك شيء اكيد جنيتي. ورحمة أبي وأمي، إذا مو هلا بتروح بتدور عليه بتشوف وينه وبترجعه على هالبيت، أنا اللي رح أطلع من هالبيت وما تعرفوني أنا رضية. ما بعرف عن جد فاجأتني استاذ، هي شغلة ابدا ما انا بسيطة كتير مهمة بس انا برأيي انه هي فرصة العمر، واي حدا بده يفوت بمجال الوسط الفني بيحلم فيها، لذلك المفروض انه ما تفلتيها من ايدك. هو معك حق، هي فعلا فرصة كبيرة كتير، حتى انا بحياتي ما جرأت حتى اني احلم فيها، بس ما بعرف. هدي. انا بعرف قديش الواحد بكون متلبك بهيك ظروف. اكل حالها اللي بتروحي على البيت وبتفكر بالموضوع بطريقه كثير هاديه وعميقه، بعدين بتردي لي خبر. اكل حال يعني انا برايي ما تتاخر كثير لحتى نضمن بانه الجماعه ما يغيروا رايهم، ما هيك؟ اكيد. أنا كمان في شوية أسئلة بصراحة ماني قدراني أتجاهلها. مثلا الشركة المنتجة هي شركة مهمة ومشهورة ومعروفة، بس كمان نوعية الأغاني اللي بتنتجها أنا شخصيا عندي تحفظ عليها، فلأي حد هي مستعدة تغير التوجه تبعها تتقبل شيء جديد نحن حابين نقدمه؟ شوفي نينار، هاي الأسئلة اللي عم تطرحيها كلها فعلا مهمة وأسئلة أنا كتير مقدرها، بس أنا برأيي بتيجي بالمرتبة الثانية بالأهمية. بالنسبة إليك المرتبة الأولى أنا برأيي توافق على هذا العرض، بعدين تتناقش كل هاي التفاصيل اللي جاية. أنا ما بشك بأنك أنت امرأة ذكية وموهوبة، وخلال فترة قصيرة جدا راح تكون بمرتبة كتير متقدمة بالساحة الفنية. أستاذ راشد أنا بشكرك كتير على ثقتك وبشكرك على هالوقفة اللي وقفتها معنا، يعني انت عملت اكثر ما كنا منتظرين، مع انه ابدا ما انك مضطر تعمل كل هاد. انا عملت اللي عملته بس لاني مؤمن بموهبتك، ولاني واثق من انه الشيء يلي ناطرك بالمستقبل كثير مهم،
وأنا برأيي ما مطلوب منك أبداً إلا أنك تآمني بهالشي وتفكري من خلاله، وراح تشوفي قديش كان معي حق. أوكي؟ أوكي. نطلب الغداء هلأ؟ أوكي. متر. يسلموا. خير خالي طمين. لسه ما حطت طلع، ما حطت طلع. وكلوا الله يا جماعة عرضية. دكتور أنا خلصت، تريد شي تاني؟ الله يسلم هالبيات، ثواني بس. تفضلي. منيح هيك؟ يكتر خيرك، يعوض عليك يا رب. الله يخليكي. طيب في مجال بس هيك تمرقي مره كل اسبوع تشوفي شو بده البيت تنظفيه بعد اذنك؟ ايه تكرم عينك. معناها بهالحاله راح اعطيك نسخه عن مفتاح البيت لانه انا بجوز ما كنت متواجد بشكل دائم. تفضلي. ايه حاضر. مع السلامه. الله يسلمك. شكرا كثير. العفو. الله بالاذن. باذنك معك. شو طلع مع شوف هيك ممتاز. قوم بقى خلينا نمشي. لوين؟ ما بعرف، حاسس حالي مخنوق وبدي شم هواء. لك عن جد خالد شو قصتك؟ صار لك فترة ما عاشرني، احكي لي. لا بعدين بحكي لك. قوم قوم. مرحبا توفيق، كيفك؟ يلا زبط للطاولة جاي لعندك، مشوار الطريق. نرمين في شوية وراق على الطاولة رتبي لي اياهم وفيك تروحي تعلمي. حاضر استاذ. يلا باي. سلام. مع السلامة باي. شو دكتور طمنا؟ الحمد لله على سلامته. الله يسلمك، شو طلع معه؟ جلطة دماغي، بس لحقناها بسرعة وهلا الوضع مستقر. يعني راح يطيب دكتور؟ ولو يا مدام، عم نقول لك الحمد لله على السلامة. نقدر نشوفه؟ هلا لا، هو بحاجة لشوية ترياح، والأطباء جوا عم يعملوا شوية فحوصات لازمة. إن شاء الله خير. إن شاء الله خير. Thank you.
ماما. لا حبيبتي ما بقى مطولة. يعني شي نص ساعة. شو؟ إجا مهند؟ طيب ماشي حبيبتي. يلا يلا باي باي. مرحبا هرمين. أهلا أستاذة. وينو خالي؟ طلع قبل شوي هو الأستاذ راشد. بتعرفي لوين؟ لا والله ما قال لي. طيب هرمين. خالد أعطاكي فاكس اليوم؟ إيه. قال لك تبعتي لحدا؟ قال لي ابعته للشركة الروسية بس ما قال لي إمتى. معناته الله يخليكي بعتيه هلا قبل ما تمشي. طيب. وبعتي نسخة كمان للشركة اليونانية. أوكي من عيوني. إيه خالد أنا عندك بالمكتب. مع السلامة. يعني مش الحال؟ طيب خبرتني رمين تبعتهم؟ ماشي. لا لا مشوار خاص. أوكي مع السلامة. مع السلامة. خير؟ شوفي لك يا معقولة لحالي بالشغل لهون. شو قصدك خالد؟ صار لك فترة مو على بعضك. احكي لي. ما بعرف. ما بعرف. حاسس كأنه شيء قاعد على صدري ما بعرف شو. طبيعي. لأنه يخزي العين فايت كل فوتة بده حلم رب العالمين. لا. مستحيل يكون هذا الإحساس من الشغل. لك. انت مجرب يكون عندك حقد على ناس ما بتعرفون؟ يا لا تؤاخذني ما عم بفهم عليك، شكلك بلشت فلسفه. لك اي فلسفه يا رجل؟ هلا بتتذكر اول مره التقينا فيها بلندن شو حكينا؟ لا والله شو بدي ذكرني؟ الشغله صار لها عمر. ذكرني. انا بتذكر. وقتها حكينا عن الحظ يلي هو موجود بالدنيا وشلون لازم ندور عليه لنمسكه. مظبوط ذكرت. وقت قلت لك اذا كان حظ بدك تدور عليه وتمسكه معناته ما اسمه حظ. وانا قلت لك لا وانا يلي مسكته. صحيح. بس شو خص هذا الحكي بالشي اللي عم بتحسه انت هلا؟ وقت انا كنت عم دور على الحظ بس هلا صار الحظ عم يجي عن طريقي انا. وشو يعني؟ يعني كل واحد عم بيدور على حظ وبده ياخده عن طريقي بحس انه هذا شيء مو إله ما لازم ياخده.